وللمزيد حول نفوذ الميليشيات في سنجار والانتهاكات التي ترتكبها إضافة إلى مأساة المهاجرين والنازحين الذين لا يمكنهم العودة إلى بلداتهم لأنها تفتقر لإعادة الإعمار وتوفر البنى التحتية والخدمات فيها. معنا عبر سكايب الدكتور يحيى السنبل، أمين سر مجلس شيوخ عشائر الثورة العراقية. حياكم الله دكتور يحيى. الله يحييك ويحيي مشاهدي قناة الرافدين الكرام، أهلا وسهلا بك. أهلا بك دكتور يحيى. بداية، كيف تنظرون لتهديد ميليشيا البيكاكا للعشائر العربية في نينوى؟ غياب القانون وغياب النظام وحالة الانفلات الأمني والسلاح المنفلت، كل ذلك جعل هذه الميليشيات هي من تقوم بتهديد أصحاب الأرض الأصليين والعشائر العربية التي تقطن منذ قرون في هذه المناطق، وهذا وفق مشروع جاء به الاحتلال بالتوافق مع الاحتلال الإيراني الذي جعل من سنجار حالها حال عدد من مدن العراق التي تمت السيطرة عليها بشكل كامل وقد أخليت من جميع سكانها، ولذلك تكون العودة فقط لمكون معين أو لجهة معينة فقط بتزكية من هذه الميليشيات التي تقوم بالسيطرة على هذا المفصل من محافظة نينوى وهذه المدينة الاستراتيجية المهمة. وهذه الميليشيات حتما هو معروف عائديتها ومرجعيتها إلى النظام الإيراني الذي يتواجد عدد من حرسه الثوري أو قاعدة لحرسه الثوري في هذه المدينة. نعم. يعني أيضا لا يقف الأمر لربما عند انتهاكات ميليشيا البيكاكا، هناك أيضا انتهاكات ميليشيات الحشد. ما الهدف، ما هدف هذه الميليشيات من ارتكاب هذه الانتهاكات؟ هذه الانتهاكات التي تقوم بها الميليشيات القصد منها هو تهجير أهالي المنطقة الأصليين وإحداث التغيير الديموغرافي والسيطرة على مواقع استراتيجية في العراق تكون مهمة في هذه المنطقة الحيوية التي تقع بالقرب من تركيا وبالقرب من سوريا وتقع أيضا على مسافة قريبة من منابع النفط في الموصل وعلى طرق استراتيجية لربما تربط أو طرق دولية تربط العراق بتركيا وبسوريا. لذلك هناك كثير من هذه الأجندات التي تنفذها هذه الميليشيات سواء بعلم الحكومة أو خارج علم الحكومة، ولكن الحكومة العراقية تغض الطرف لأنها غير قادرة على تنفيذ أي من التزاماتها تجاه أهالي سنجار أو تجاه العشائر العربية الموجودة في هذه المنطقة. يعني هل هي فعلا غير قادرة أم أنها لربما وصلت إلى مرحلة التواطؤ؟ حتما الحكومة العراقية أو الحكومات العراقية المتعاقبة هي تعمل ضمن الأجندة الإيرانية وهذا واضح جدا، لذلك هي متواطئة يعني، ولكن عندما توقع اتفاقات مع تركيا ومع إقليم كردستان ومع جهات دولية أخرى تراها غير قادرة على تنفيذ حتى اتفاقياتها لأنها أسيرة للجانب الإيراني الذي يسيطر على كل مفاصل الدولة العراقية، لذلك هي لم تستطع حتى تنفيذ ما يسمى اتفاقية سنجار بتطبيع الأوضاع وطرد الميليشيات الموجودة فيها وإعادة سكانها، إضافة إلى ما جرى من عمليات تخريب وتدمير للبنى التحتية في مدينة سنجار ومسح أحياء بأكملها ومحاولة تغيير حتى ديموغرافيتها بشكل واضح وصريح على مرأى مما تسمى منظمات حقوق الإنسان والمنظمات الدولية وأمام الاحتلال الأمريكي الراعي الرسمي لهذه العملية السياسية البائسة. نعم. دكتور يحيى، يعني برأيك ما هي سبل ووسائل منع هذه المخططات، لربما مخططات التغيير الديموغرافي؟ هل هناك سبل ناجعة في هذا الخصوص؟ حقيقة تمسك أهلنا وعشائرنا في أرضهم في هذه المناطق وصبرهم ومطاولتهم هو هذا الذي
نعول عليه في إفشال كل هذه المخططات. لذلك مهما ارتكبت من جرائم بحق أبناء هذه العشائر إلا أنهم بقوا صامدين وثابتين، ورغم طردهم من ديارهم إلى أنهم ما زالوا مصرين للعودة إلى أرضهم، في حين تغض الطرف كثير من المنظمات الدولية والأمم المتحدة ومجلس الأمن عما يجري من هذه العمليات أو الانتهاكات لحقوق الإنسان، والتي ترقى إلى عمليات تهجير واضحة، ولكن لم يتخذ أي قرار بشأنها فيما اتخذت قرارات في دول أخرى كانت أقل مما جرى في العراق وعلى مدن العراق من هذه الجرائم والانتهاكات وعمليات النزوح والتهجير. لذلك يبقى السبيل الوحيد هو الإصرار والصمود في سبيل العودة إلى هذه الأراضي وعدم التخلي عن هذه المدن، وسيفشل بإذن الله كل هذه المخططات، وسيعود الغرباء إلى مناطقهم مهما طال بهم الزمن، لأن هذه الأرض سوف ترفضهم، وأن المحيط الذي هم فيه سوف يرفضهم، لأنهم جاءوا في ظل ظروف استثنائية وحرجة وبشكل مبني على القوة ومبني على الاستيلاء. لذلك هذه الأمور سوف تفشل، مثل ما نرى اليوم بعد 75 عام من الاحتلال الكيان الصهيوني لأرض شعبنا في فلسطين، وهو يواجه هذه المقاومة الباسلة التي تريد إعادة فلسطين إلى وضعها الطبيعي والحقيقي وإلى شعبها، بدل البقاء تحت في ظل الهيمنة الصهيونية رغم كل الدعم الدولي لها. طيب. لذلك هذا الشيء المصغر الآن في سنجار هو جزء مما جرى على هذه الأمة، وستفشل بإذن الله هذه المخططات أن عاجلا أم آجلا. نعم، في أي سياق دكتور يحيى يمكن وضع موضوع إغلاق قرارات إغلاق المخيمات قبل البدء بإعادة إعمار بعض المناطق، ويعني إعادة تأهيل البنى التحتية فيها لإعادة أهلها؟ في أي سياق يمكن وضع إغلاق المخيمات؟ إغلاق المخيمات أريد منه تضليل الرأي العام العالمي والإقليمي والمحلي بأن هناك نوع من الأمن والاستقرار ويجب العودة، في وقت إن الحكومة لم تقم بالوفاء بالتزاماتها بفرض الأمن وإنهاء حالة تواجد مراكز قوى مشتتة هي أقوى من الأجهزة النظامية كالجيش والشرطة بوجود هذه الميليشيات. على الحكومة أن تلتزم إذا أرادت أن تعيد الأمن والاستقرار بما يحتم عليها الظرف القيام بذلك، وتعويض المواطنين بشكل حقيقي لإعادة بناء دورهم المهدمة وإعادتهم إلى مصالحهم أو أماكن سكناهم أو أراضيهم الزراعية التي جرفت. لذلك يجب التعويض بشكل كامل. أما إغلاق مخيمات النزوح دون علاج للوضع الكارثي الذي هم فيه، هذا لا يمكن أن يعيد حالة الأمن والاستقرار، ولا يمكن أن يقوم المواطن أبداً بدوره في بناء مدينته، لأن لا يمتلك أي مقومات للبناء، وكل ما يعطى هي دنانير لا تكفيه على نقل أثاثه أو أغراضه من مخيمات النزوح إلى هذه المدينة. هو سيجد بيتا مهدما ولا يجد إلا أن يعيش فوق ركام هذا المنزل. لذلك الحكومة لم تقم أو بالوفاء بالتزاماتها تجاه ما يجري. إذن أمين. نعم. سر مجلس شيوخ عشائر الثورة العراقية دكتور يحيى السنبل، كنت ضيفي عبر سكايب، شكرا جزيلا لك دكتور.